السلام عليكم أصدقائي الطيبين، حياكم الله. بداية المقطع صلوا على النبي محمد وآل محمد. أشكركم على تفاعلكم بالقناة، أريد منك تسوي لايك للفيديو، يعني اللايك يهمني، وتشترك بالقناة حتى نوصل إن شاء الله بأقرب وقت 10,000 مشترك. وأخيرا زيدان إقبال العراقي في لاعب مانشستر يونايتد يؤكد حضوره للبصر لخوض لقاء كوستاريكا مع المنتخب العراقي بعد موافقة ناديه مانشستر يونايتد. زيدان إقبال يصرح يقول متحمس لتمثيل العراق والمجيء إلى البصرة وقيادة العراق للتأهل إلى كأس العالم القادمة مع كاساس ومجموعة قوية من شبابنا المحترفين. في أول رد تعاقد مع خيسوس كاساس، حكيم شاكر يقول كيف لمدرب أن يترك المنتخب المرشح للفوز بكأس العالم إسبانيا من أجل فريق يحاول أن يعد نفسه للصعود إلى كأس العالم؟ المدرب حكيم شاكر يقول بالله خلينا نشوف هذا المدرب، بس وين اكو مدرب يترك اسبانيا مرشح لكأس العالم ويجي يدرب العراق؟ اذا هو منطي مبلغ خيالي شلون ما يجي يدرب العراق؟ واخيرا كيفن يعقوب يبدي رغبته للحضور الى بغداد من اجل بصمة الجواز مع امكانية المشاركة مع زملائه في لقاء كوستاريكا في مدينة البصرة. رسميا العراقي الظهير الايسر المتألق مهند جعاز ضمن تشكيلة الاسبوع في الدوري السويدي الممتاز. حسن أحمد يقول أيمن حسين أفضل مهاجم عراقي عربي، أخو خيته وما يتأثر بالضغوطات. بحسب المصادر الصحافة المكسيكية تحذر من خطورة مهاجم منتخبنا العراقي أيمن حسين، واصفني إياه بالقناص الذي لا يرحم. حسن أحمد يقول بعض اللاعبين متواجدين حاليا مع المنتخب حرام وجريمة يلعبون بالمنتخب، والمدرب الإسباني راح يغير نص القائمة. عدنان درجال يقول من يسيء لي يسيء لكل العراقيين. المنتخب الأولمبي السويدي أعلن استدعاء الظهير الأيمن العراقي حسين علي ضمن التحضيرات لبطولة أوروبا تحت 21 سنة بعد إصابة آلاي فاضل بالتهاب معوي. آلاي فاضل التحق بالمنتخب العراقي للمشاركة بمباراة المكسيك. تصريح الظهير الأيسر للمنتخب الوطني العراقي حمزة عدنان: خضنا في معسكر بغداد من 5 إلى 6 وحدات تدريبية تناسب المباريات القادمة. الكادر التدريبي الإسباني الجديد ذو فكر تدريبي متطور، وعلينا أن نكون متفهمين وجاهزين للتأقلم مع فكر الكادر. المباريات القادمة ذو أهمية كبيرة بسبب مستوى الخصم العالي، واللعب ضد منتخبات كبيرة سيعطينا الدافع لتقديم مستوى جيد. لاعبو هذه المنتخبات لديهم مهارات كبيرة وسرعة فائقة، ولكن يجب علينا فرض شخصية وهوية المنتخب العراقي. الإعلام السعودي يقول السعودية تشارك بالمنتخب الرديف من لاعبي الشباب في بطولة خليج 25 في البصرة. يعني معقولة صارت السعودية أكبر من أن تشارك بمنتخبها الأول في بطولات الخليج؟ هيك وصلوا المستوى من التطور؟ ما شاء الله عليهم، يعني يستاهلون وهسه يلعبون بكأس العالم. يا ريت لو يتطور منتخبنا العراقي مثلهم. سعد قيس يقول استغربت التعاقد مع كاساس، فهو لا يملك تجارب كمدرب أول إلا مع فريق قادش عندما كان يلعب في الدرجة الثانية، لا أظن أنه قادر على قيادة العراق إلى المونديال. وايد قبل هنا وصلنا لنهاية الفيديو، سوي لايك للفيديو واشترك بالقناة، فعل الجرس، شارك المقطع لأصدقائك ليصلكم كل جديد. كان معكم أنس، في أمان الله، نلتقي في فيديو جديد.